الأسباب يعني عديدة متنوعة متراكمة. مع الأسف التجربة نحت إلى منحى قد يكون غير مناسب أو غير لا يتتبع نهج للتطوير والتحديث كما كان مخطط له. هو عبء خدماتي، تقديم الخدمات ربما السريعة والآنية أو الشخصية اللي انتفت فيها المصلحة الوطنية العليا، فأصبح العزوف هو الهاجز الأكبر للدخول والمشاركة، سواء كان من مترشحين اللي يتمتعون بالخبرة والحنكة السياسية واللي لهم باع سياسي، أو من قبل الناخبين اللي كان يعتقد بأن المجلس راح يوفر حياة كريمة آمنة مستقرة، أو يوفر على الأقل قدر كبير أو قدر مناسب من اللي نسميه احنا quality of life، يعني نوع من الرفاهية للمواطن. فأصبح العزوف هو السمة المستمرة أو البارزة لهذه الفترة.